يا جماعة، المرأة لما تكون معاملتها مع خطيبة شي، ولما تتزوج مع زوجة شي تاني. لما تكون مع خطيبة أقبل أعيش معك ولو على خبزة وبصلة، أقبل أسكن معك بخيمة أو حتى كوخ، المهم أكون معك. بعد ما تتزوج ليش فلانة أحسن مني؟ أنا شو ناقصني لحتى ما تقدم لي وتجيب لي؟ بالخطبة أمك هي أمي، ورح تكون حماتي، رح تكون حياتي بعد مماتي. أمك سبب المشاكل، ويا أنا ويا أمك، يلا اختار. بالخطبة تتعطر وتلبس له أحلى اللبس، والمكياج والبارفان شغال، هون ريحة البقدونس والكمون والبصل شغالة. زينتها لزوجها ما بتكون إلا بالمناسبات. صورته بتليفونها خلفية، وحاطة اسمه أكسجين الحياة، وتيني محبوب قلبي، عيوني شرياني. هون أبو الأولاد، البيت، جوزي. أنا جوزك هذا؟ ما في شيء اسمه جوزي، زوجي، حتى الاسم ما بتعرف تكتبه. بالخطبة كل فترة وفترة تعزمه على كبة، أحلى أكلات أشكال وألوان. هون دبر حالك بشي أكلي من السوق، طبخت لك معكرونة، جيب أكل جاهز من برا، تعباني والله ما طبخت. يوميا صبح ومساء، صبح ومساء رسائل تكتب له، أحبك يا عصفور، صدقني يا أمور، من غير ما ألف وأدور اسمك بقلبي محفور. تقول له تغيب يوم مسموح، تغيب يومين بدوب الروح، ثلاثة يا ذابح يا مذبوح. الله، تقول له أنت خياري وليموني، خلي وملحي وكموني، خطيبي وعيوني، وراح أحبك مهما يلوموني. تقول له أهديك حب ما بينعد، باقة زهر وورد، وبوسي لأحلى خد، وأستنى منك الرد. أنو رد؟ بعد الزواج رسائله كل حفاضات وحليب وبنادورة، ولا تنسى معك تكب الزبالة. ما في رسالة بين هالطلبات تفتح النفس. يا جماعة، تصرفات الخطبة لو نقلناها مع الزوج شلون راح تكون الحياة؟ جاوبوا يا جماعة. سلام عليكم.